أختك جميلة وقد أسرتني بجمالها. وهذه هي المشكلة. مشكلة؟ أي مشكلة؟ قصدت لربما بسبب جمالها وميلك إليها تثير أختي ساراي غيرة نساء القصر اللواتي يطمعن بلفتة منك. اطمئن، من هذه الناحية لا أحد يمكنه أن يخالف ميولي وإرادتي، وهذه هي إرادتي. شكرا. خذ سيدك إلى أخته ساراي. تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا، تفضل اجلس. شكرا. أيمكن أن نتحدث على انفراد؟ لم لا؟ اذهبي. كيف تعيشين حياتك في القصر؟ حياة الملوك، عندي كل ما أشتهي. حسنا، ولكني أفضل الحياة البسيطة معك وأن أعيش بقربك يا زوجي العزيز. لا تقولي زوجي لئلا يسمعك أحد ويعلم فرعون وتكون نهايتنا جميعا. لا عليك، لا يسمعنا أحد. قل لي، ألا زلت تحبني؟ كما أحببتك دائما وأكثر. ومتى سيكون في أحشاء جنين منك؟ عندما يأذن الرب. ألا يزعجك وجودي بالقصر؟ جدا، ولكن ما العمل؟ هكذا حكمت الظروف. أريدك أن تعلم بأنه مهما حصل فأنا بقية على عهد الحب والزواج منك. سراي، أشعر وكأن كل ما يحدث لنا هنا في مصر بسببي. لا تحمل نفسك كما يجري. بلى سراي، أنا لم أسمع كلام الرب ولم أبقى على الوعد. لماذا لا تقول بأن المجاعة التي واجهناها في الشكيم كانت تخطيطا من الرب لكي نأتي إلى مصر ونمر بتجربة أعظم؟ لا أعتقد. العذر، أعتقد بأنه يجب عليك أن تجز الغنم. في مثل هذا الوقت من السنة الماضية دخلنا إلى أرض مصر وجزينا كل الأغنام. حقا، انظر كم الوقت يمر بسرعة. في هذه السنة سنحتاج إلى وقت أطول وعمال أكثر حتى ننهي جز كل الأغنام. مفهوم، وخصوصا بعد أن قدم فرعون لسيدي أبرام هدية أكثر من 500 رأس من الغنم. ونسيت الجواميس والجمال. لا، كيف أنساها وأنا مسؤول عنها أمام سيدي أبرام. ولكن حمدا لله بأن الجواميس والجمال لا تجز. إن فرعون أصبح الصديق الحميم لعمي أبرام ولا يرفض له طلب. ما هذه الأصوات؟ قم لنرى. كفى، لماذا تتقاتل؟ أردت أن أسقي أغنام سيدي أبرام فمنعت الأشجار بالماء، وذهبت لإحدى الأغنام فإذ به يأتي بأغنام سيدي لوط ويسقيها من الماء الذي رفعته أنا، وهذه ليست أول مرة. لماذا تفعل ذلك يا رجل؟ اندفعت على أيام فتح زربة أغنامنا، عملت عدة ساعات لكي أحضرها هنا. ربما لم يكن قاصدا ذلك. قاصدا؟ اضربني
اضربني. كفى، سنقلك درس قاسيا. اصبر، سنرد لك الساعة ساعة. كفى كفى، اذهب انصرفا لعملكم. لقد سئمت من المشاجرات بين رعيانك ورعيان سيدي أبرام، كل يوم مشكلة. سأكلم رعياني، ويجب على عمي أبرام أن يكلم رعيانه أيضا ليكف عن المشاجرات. لقد تأخرنا بالحلب اليوم، سيأتي بعد قليل رسول القصر ليأخذ ما جهز من الحليب والجبنة، ولا أريده أن ينتظر. أنا كدت أنهي. قل لي أيها الطبيب، ما سبب هذه البثور التي تنتشر على وجهي ووجوه كثيرين في البلاط؟ أقول الحق يا مولاي، لقد جربت كثيرا من المراهم ولكني لم أحصل على نتيجة بعد. باختصار أنت لا تعرف السبب. أعطيني بعض الوقت وعندها سأعرف السبب. متى؟ بعض الوقت يا مولاي. بعد أن تنتشر البثور على جميع وجوه أفراد شعبي؟ لا 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 يا مولاي، بعض الوقت وسأعرف. ولكن أنا أعرف السبب. لا تصدقه يا مولاي، إنه لا يعرف. سنرى. إذن كنت تعلم؟ نعم يا مولاي، لأنه توجد هنا في القصر امرأة متزوجة وعاقرة. من هذه المرأة؟ سراي التي قال أبرم عنها إنها أخته. أمتأكد مما تقول؟ سمعت أبرم يتحدث إلى سراي زوجته. ولماذا لم تخبرني؟ لم أعلم أهمية ذلك يا مولاي. اذهب واحضر هاجر إلى هنا الآن. أمرك يا مولاي. الآن فهمت لماذا أصيب كل من في البلاط بالبثور؟ لأنها في قصرها امرأة عاقر. والآن فهمت لماذا القطط المقدسة أصبحنا عاقرات؟ لأن في قصرك امرأة عاقر. وأنا لم أعد أملك القدرة على تحمل مسؤوليات نحو شعبي. لأن في قصرك امرأة عاقر. اسمك! تحت أمرك يا مولاي. هاجر، ماذا تعرفين عن سراي؟ هذا صعب علي، إنها أعز صديقاتي. يجب أن تتكلمي لكي تنقذ بلدنا من اللعنة. افتحي فمك وتحدث. حسناً، صديقة سراي هي أخت أبرام. أعرف ذلك. ولكنها أيضاً زوجته. كيف حدث ذلك؟ إنها أخته من نفس الأب، لكن الأمهات مختلفات، كل واحد من أم. وهي عاقر. نعم. هذا الغضب بعينه. اهدأ يا مولاي، اهدأ، الغضب سبب كل علة. اذهبي واحضري سراي إلى هنا الآن. حاضر. ما العمل الآن؟ اهدأ اهدأ يا مولاي، إذا عرفنا السبب يجب أن يزول الغضب. ولكن لماذا فعل ذلك يا صديق بي أبرام؟ سنسأله وعندها سنعرف السبب. مرني يا مولاي. عندما رأيتك لأول مرة اعتقدت بأنك زوجة أبرام، لكنه قال بأنك أخته. عندها خفق لك قلبي. وكنت في نظري أجمل من زهرة اللوتس، ورقم النسيم، وأعذب من ماء النيل. وأصبح أبرام أعز أصدقائي، وبسببك الآن قلبي ينزف بالدم وتنتاب للحسرة. لماذا يا مولاي؟ لأن ما فعلتم بي فظيع. لقد أخفيت من الحقيقة عني. أنت زوجة صديقي وأنت عاقل. لم نقصد إذائك يا مولاي، أبرام فعل ذلك بحسن نية، خاف أن يأخذوني منه. يجب أن تسامحها يا سيدي، إنها أعز صديقة لي، ولقد اعترفت لي بأنها لا تنجب وبأنها زوجة صديقك، وأنا لم أخبرك خوفا عليها. بصفتي طبيبك الخاص يا مولاي، أقول إذا بعتها عن قصرك فستختفي كل البثور. ما رأيك أن تبتعد أنت عن نظري أو تصمت ولا تتفوه بكلمة؟ أمرك مولاي. من أجل هذا يا سراي يجب أن تذهبي من هنا، وسأعطيك هاجر كذكرى من مصر.
أنت كريم يا مولاي. خذي زوجك واخرجوا من بلادي، لأنكم أفسدتم النظام الأزلي للأشياء. رحلة رحلة. لا لا، قبل ذلك أحضر لي أبراما إلى هنا الآن.